بشويتين عليك. ليه؟ انا عارف، شفت بقى، هو انا عايز احمد فتحي بطبيعته يطلع. ليه صعب؟ عشان انا مريت بالموقف ده، وانا عايز استغل صراحتك اللي انت بتتكلم بيها دايما، اللي تقول مشاعرك. انا مش عايز اعرف غير مشاعرك. انا ضيوفي دايما انا ما بحبش اعمل لك اي مشاكل، ده اكيد، والعشره والنجاحات اللي كنا فيها مع بعض كان كلها انتصارات الحمد لله. بس عايز اعرف منك مشاعرك في اول مباراه وانت بتلعب النادي الاهلي بعد عمر وبعد بطولات وطريقه رحيلك انت المحترمه. كان مشاعرك ايه وانت كنت بتلعب اهلي وكنت بتلعب اسماعيلي؟ اقول الحقيقه، انا في التسخين اللي رجعني محمد محسن ابو جريش، احساس كان ما اعرفش هو نفس احساسي، بيبقى احساس صعب جدا، خاصه ان انت ماشي من نادي بس الناس مش بتفهم ده، مش بتحس لا لا بمشاعرك، بتبقى صعبة قوي قوي. لا، هو خلي بالك يعني، هو مش لا هو خلي بالك، ما فيش حد يحس بيك غير نفسك. بالظبط. الموضوع لا، الموضوع صعب، بس خلي بالك انت زمان برضو كمان كان في جمهور، دلوقتي مفيش جمهور، فاهم قصدي؟ لكن أسهل شوية. لا خلي بالك الموضوع ما بيأثرش عليا، لكن لو في جمهور هتبقى اصعب طبعا. لكن انت كنت بتلعب مع زمايلك، فجأة بتلعب ضدهم، لا الموضوع مش سهل قوي، لكن طبيعي اللي انت بتبقى متأثر، لا طبيعي يعني، الموضوع صعب يعني مش انا سهل. عايز اعرف منك ايه الاحساس اللي بالظبط اللي حصل. انت نازل مش مباراه احساس، وهتسخن وخلاص بتبص. انا كنت من شهور من شهور هناك نفس احساسي، وانا لما جيت الاهلي وكنت بلعب مع اسماعيلي بجد والله. بالظبط هو نفس الاحساس، وكنت ماتش الاسماعيلي والاهلي ده اول ماتش العبه، وكنت زي الزفت الحمد لله. والله عايش جدا. والله. والمشكله اللي زمايلك انت بتلعب، بتتوتر رغم الخبره دي؟ بص مفيش حد ما بيتوترش، مفيش حد ما اصل انت بيتوترش، نوعيه لعبك وثقافتك في التعامل مع الرجل ما ينفعش تتوتر اساسا. لا 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 مفيش. بص لو حد قال لك انا ما بتوترش، ده يبقى هو لازم يبقى عندك سن التوتر، بس اول ما بتنزل الملعب الموضوع ده بيقل شويه يعني. فاكر الصوره دي؟ من احلى صوري ايه بقى؟ دي، ماتش سان داونز تعادلنا 1-1. تودع الجماهير؟ لا امال ايه؟ لا، ده هم كانوا بيحيوني ورحت لهم، ما كانش في حد رايح باين غريب، فانا رحت. بتحب الصورة دي؟ بحبها جدا، من احلى صور يعني. خليني اقول لك، مش هتدخل في قرارك انا ده برضو، دي حاجة تخصك. بحب الحوار يمشي صح، لان دي احنا في عصر احتراف، والاحتراف بيقول انت بينتهي عقده. لكن الشكل كان حلو لأحمد فتحي بالنسبة له، اول مرة تحصل اللي يقعد ويكمل الوقت ده، بص والناس كانت الجمهور، خلي بالك ممكن في سوشيال ميديا صح، وفي جماهير فيحصل ضغط، لكن الترحيب وفي كل مره كابتن محمود الخطيب كان بيبقى موجود في التدريب وياخدك وتتكلمه. بص انا يعني الحمد لله بفضل الله، توفيق من عند ربنا اللي امشي كده من نادي، دي حاجه، ده كرم من عند ربنا، دي حاجه. ثانيا انا الكابتن خطيب بحبه جدا، على تواصل معاه لغايه دلوقتي، بكلمه وبطمن عليه على طول. اخر مره اتكلمته امتى؟ كان في العيد وقابلته تاني في فرح حمدي فتحي، قال لك ايه؟ لا سلمنا على بعض ويعني ما اتكلمناش ساعتها، انت عارف الكابتن خطيب يعني في الدوشه ما بي ما بيتكلمش كتير معاك. كتير فبس، لكن علاقه كويسه جدا معظم الناس، ما فيش حد يعني، ما ايه حتى اللي ماتشاتنا معاهم، ما اخلص ماتش اروح اقعد معاهم واهزر واضحك وامشي يعني. اللي اتبنى في الانطباع عندك في لما قعدت مستمر وانت عارف اللي انت يعني خلاص لا انا ماشي؟ عارف ان ده ناديه، وزي ما انا قلت لك يعني العلاقه اصلا كانت كويسه جدا، كلها احترام ما بيني وما بين النادي، فانا كنت حاسس لا هو ناديه يعني، يعني ولا متضايق ولا هم متضايقين، وكان الموضوع عادي يعني. وحتى الحمد لله بفضل لغايه قبل ما امشي الحمد لله بلعب يعني. كنت بتتابع السوشيال ميديا وقتها ولا انت مش بتحبش السوشيال ميديا؟ لا انا صراحة ما بقتش اتابع ليك خالص، فيها ولا مالكش؟ لا ما بقتش اتابع خالص الفترة دي، بتتأثر بيها؟ لا يعني كنت زمان بتأثر بيها، لو في حاجة سلبية تتأثر؟ زمان زمان، لا زمان كان الموضوع، التعليقات كانت سخيفة. لا لا زمان، ما كنت لسه صغير ومن صغير قوي يعني، كنت حاجة و20 سنة بس كان الموضوع بالنسبة لي
بحطه في يعني بيشغلني كتير. لكن انا دلوقتي انا مركز في شغلي في الاهداف اللي انا عايزها واتوكل على الله وبس، يعني مش ما بركزش قوي في الحاجات دي ابو حميد.